كشف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا عن إصابته بمرض مناعي كما صدم جمهوره بحديثه بشكل مباشر عن تعاطيه لشرب الخمر وقال بيكا في لقاء مع برنامج الوسط الفني أنا مريض بمرض كورنز وهو مرض مناعي والمناعة عندي قليلة وتهاجم كل أعضاء جسمي كما كشف حمو بيكا عن مفاجأة صدمت جمهوره حينما صرح بأنه يتناول الخمر وقال أنا لا أتناول المخدرات لكنني أتناول الويسكي وليس هناك أي أحد في مصر لا يتناول الويسكي وأنا لم أتناوله منذ فترة بسبب المرض وبسبب معدة المريضة وأضاف لم حينما أشرب الخمر والويسكي أكون في حالة اتزان وأنا لم أشربه منذ 3 شهور لكنني أنصح الجميع ألا يقتربوا للويسكي والخمور المشاهد تيفي